عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم حوارا مفتوحا بعدد من المستثمرين بقطاع السياحة بحضور وزيري السياحة والآثار. وخلال الاجتماع عرض وزير الآثار عددا من المقترحات الخاصة بتحقيق الاستفادة القصوى من بعض المقاصد الأثرية من خلال تطويرها واستغلالها في مشروعات سياحية وثقافية متنوعة، مع دراسة إمكانية دخول القطاع الخاص كشريك في خطة التطوير. كما بحث الاجتماع التنسيق المشترك مع وزارة السياحة من أجل التسويق لمدينة شرم الشيخ وعدد من المقاصد السياحية، بما في ذلك إقامة أنشطة وفعاليات سياحية خلال الفترة المقبلة. في إطار حرص الدولة على متابعة الجهود المبذولة في ملف تطوير العشوائيات، تابع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل موقف الخدمة العامة بجزيرة الوراق. الاجتماع الذي جاء بحضور وزير الإسكان ومحافظ الجيزة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ناقش تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في الجزيرة وكيفية تحسين جودتها، حيث تم التأكيد على اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي جزيرة الوراق وتلبية متطلباتهم. كما عقد رئيس الوزراء سلسلة اجتماعات مع وزراء الكهرباء والري والزراعة، حيث بحث الملفات المتعلقة بتلك الوزارات. وفي شأن آخر، التقى رئيس الوزراء شريف إسماعيل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، وذلك بمقر البرلمان. وخلال اللقاء تمت متابعة وبحث عدد من الموضوعات والملفات والمتعلقة بالمشروعات القومية. هذا وأكد رئيس الوزراء على التنسيق والتعاون المستمر بين البرلمان والحكومة.